أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. احتجاز سفينة في البحر الأحمر وجماعة الحوثي تهدد باستهداف أي باخرة إسرائيلية. البرلمان يستعد لتعديل قانون مفوضية الانتخابات وجلسة التصويت نهاية الأسبوع. السودان يتابع مباحثة وزارتي النفط والثروات لاستئناف تصدير الخام إلى جهات. قال الاحتلال الإسرائيلي إن جماعة الحوثي اليمنية احتجزت سفينة يملكها رجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجماعة قوله أن جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية ستستهدف. يستعد البرلمان للتصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات بعد قراءته ومناقشة تقريره. وقال نواب ليو تي بي إن من المتوقع عقد جلسة التصويت يوم الأربعاء أو الخميس المقبل لتمديد عمل المفوضية واستكمال إجراءات اقتراع مجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان. اطلع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على نتائج المباحثات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وذكر بيان رسمي أن هذه المباحثات جاءت لاستكمال إجراءات إعادة تصدير الخام من الإقليم عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي. خصصت وزارة الداخلية 697 مكتباً داخل مراكز الشرطة لتسجيل أسلحة المواطنين، وحددت الوزارة 4 شروطاً لحيازة السلاح، هي أن يكون عراقياً وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً وليس محكوماً ولا يمتلك قيداً جنائياً فضلاً عن خضوعه لاختبار تعاطي المخدرات. للمزيد تابعوا منصة يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.